الخير، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نقدم لكم طبق سمك بالليمون. سمك بالليمون هذا طبق بيأكلوه برمضان لأنه ما بيعطش وشهي وبيفتح القابلية وما بيخليكم تأكلوا كتير. والرز هو رويال رايس. رح نقول لكم كيف نعمل السمك الأول بعدين نفرجيكم على الرز. بلش تمام. في عنا فيليه أوف ليمون سول، نحط لها ملح الجهتين، ليش البهار الأبيض؟ لأنه إذا حطينا بهار أسود، بهار أسود بيبين مثل الرمل، بصير شكله بشع على السمك. بهار الأسود بيستعملوه مع اللحومات فقط، أما الأسماك بحطوه لها بهار أبيض. هلأ نغطه بالطحين على الجهتين، طحين أبيض، نكتب مشان ما يضل على طحين، نحطه بالمقلة. طبعا حاطين هون عنا زيت نباتي خفيف، نخليه ياخذ لون على الجهتين. نقلبه، انتبهوا انتوا عم تقلبوه ما تطرطشوا حالكم الزيت، الزيت بيكون حامي. حطه بالفرن ليستوي من جوا. السمك مش لازم يكون مستوي كتير، اذا ستويتوا السمك كتير بصير ناشف بتروح النكهه تبعه، وخصوص اذا كان طازه. السمك الطازه في طعم طيب كتير ومفيد للصحه، وخصوصا لما يكون فيليه ما في حسك. رح نقله على مقلى لانه هيدي ما بتفوت بالفرن بتحترق. نتركه بالفرن على حرارة 400 فهرنهايت لمدة 5 إلى 7 دقائق بس. نستعمل رويال شيف سيكرت اكسترا لونج جرين. هذا ليش هذا الرز بالضبط؟ لأنه بعد خبرة إنه الرز هذا أول شيء جلوتين فري، ثاني شيء نظيف، ما في مواد كيميائية مخلوطة فيه لتحفظه أكثر. لما بدك تكتشفي هالشيء بنفسك بتغسل الرز بتشوف اذا المي تبعه ملونه لون غريب بيكون الرز مش نظيف، اذا لون المي ابيض يعني الرز نقي. وهذا الرز اللي عم نستعمله هلا. اوكي، راح نحط شويه سمنه، يعني سمنه اللي هي كلاريفايد باتر. السمنه مش مضره، إذا أكل الواحد كل يوم نص كيلو سمنة بضر حاله، بس إذا بياكل شوي صغيرة بسيطة، يعني الجسم بحاجة لمواد دهنية. وخصوصي عم تاكلي سمك، سمك ما في دهن، ما في شيء بضر، بس يدوب نحط عليه الرز. بدنا الرز لازم نحمصه مع السمنة. بنحمصه مع السمنه لياخذ نكهه طيبه، مش انه مسلوق بالمي مثل رز المستشفيات والرز الصيني والياباني اللي بلا طعم. نحن عم نعمل اكل عربي، والاكل العربي فيه نكهه، والنكهه هي تجي من المنكهات اللي بنزيدها على الاكل. لما نلاقي انه الرز تحمص مع السمنه بنضيف له المي. قد ما بتضيفي رز بتحطي مي على قد، ملح، ونغطيه. حتسأليني ليش ما حطيت منكهات مع الرز؟ الرز لأنه رويال شيف سيكرت بسمتي رايس. هو ليش اسمه شيف سيكرت؟ لأنه في سيكرت، في شيء نوع من البارفيوم موجود فيه مش بحاجة لأي منكهات. الرز غطيناه لحتى يغلي، مشان نشيل الفابور منه المية لازم نفتح الطنجرة شوي هيك، شي بسيط، نخلي الفابور تطلع لبرا. لما تطلع الفابور لبرا يعني بيستوي الرز لوحده. نرجع للسمك هلا، نسحبه من الفرن. صار عنا almost ready.
نرجعه على المقلق عشان نعمل له فينيشينج. شو الفينيشينج تبعه؟ زبده وليمون. اسمه سمك بالليمون. فيك تزيد الليمون قد ما بدك حسب ناس بتحب الليمون كتير ناس بتحبه قليل. بتزيد الليمون قد ما بدك وتخليه ينشف شوي يتبخر. رح نطلعه الطبق الجاهز معنا من الفرن. وهذا طبقنا خلص. استعملنا رويال شيف سيكريت اكسترا لونج جرين بسماتي رايس مع ليمون سول فيليه وليمون. صحتين وهنا ونشوفكم بحلقة تانية. أهلا وسهلا فيكم.